خلونا نبدا بقى حلقتنا النهارده باول اتصال تليفوني ونقول الو. الو مساء الخير يا اسامه. مساء النور، اهلا بيكي. اهلا بيك. انا بس كان عندي مشكله بقالها يعني فتره كبيره قوي، بس انا مش عارفه جت اوفر يعني. طيب تعالي نفكر فيها. اتعرف بيكي الاول. ياسمين. ياسمين كم سنه ياسمين؟ 27. طيب ايه المشكله اللي معذباكي العذاب ده كله بقى؟ احكي لي. هو انا كنت مع حد يعني قعدنا مع بعض 4 سنين وكنا هنتجوز، بس بعدين هو خني والبنت اللي هو خني معاها دي هي اللي كانت بتجري وراه وقعدت كتير جدا تحاول ان هي تبوظ العلاقه اللي ما بيننا. وبعدين انا لما عرفت سيبنا بعض. هو حاول يرجع لي لمده سنه، كان بيحاول بس انا ما قدرتش ان انا يعني ارجع. وبعدين فضلت وراه خطبها واتجوزوا من قريب. وانا قابلت ناس كتير في حياتي كده، بس ما قدرتش اجت اوفر ات. ودايما حاسه انه ما فيش حد زيه، مع انه هو اكتر بني ادم كان يعني مؤذي، بس او حسيت انه هو اذاني يعني، بس عارف تلاقي حد. ايوه بس انا عايز اقولك حاجه، هي انت كنت عارفه من البدايه ان هي عايزه تخرب حياتك؟ عرفت بعد كده يعني، ما كنتش اعرف طبعا في الاول، بس عرفت بعد كده. وبعدين حصل بقى اللي انا حكيته لك يعني. مش قادره ان انا اتخطى الموضوع خالص. وقابلت ناس كتير بعد كده وممكن يكونوا كويسين، بس مش عارفه اطلع من الموضوع يعني. انت بقالك قد ايه في القصه دي؟ نعم. بقالك قد ايه خارجه من التجربه دي؟ 4 سنين. بقالك 4 سنين يعني هو خارجه من التجربه دي بقالك 4 سنين، ولا عشتي في التجربه دي 4 سنين؟ قعدنا مع بعض 4 سنين وبقالي 4 سنين بره التجربه، وهو لسه متجوز بقاله تقريبا سنه او 7 شهور حاجه كده يعني. طب يعني انت بعد 4 سنين علاقه حصلت المشكلة وبعدتوا عن بعض 4 سنين؟ طبعا هو حاول يرجع. ايوه بس انتوا بقالكوا 8 سنين يعني، سيبي الاربعة الاولانيين اللي كان فيهم علاقة عاطفية، الاربع سنين اللي بعد كده مش قادرة تتغلبي على نفسك خالص؟ خالص. ودايما يعني اي حد بقابله بعد كده بقول يعني بحطه في مقارنة مع الشخص ده، مع ان دي مش مقارنة صح، وانا عارفة ان دي مش مقارنة صح، هو اصلا مش الشخص الصح اللي ينفع يقارن بحد. ومش عارفة انا خلصت ان انا ما رجعتش في الفترة اللي هو حاول يرجع لي فيها، ولا انا اتصرفت صح. طيب تعالي نقول البكاء على اللبن المسكوب مش هيجيب اي نتيجة، خلاص العلاقة دي تحولت الى لبن مسكوب، الراجل خطب واتجوز، يعني الموضوع انتهى. لو هتقعدي تندمي على انك ما حاولتيش ترجعي او انك ما سامحتيش، انت مش كسبانة اي شيء، بل على العكس انت خسران. اوكي؟ لا دخلت بعد كده القانون. ايه؟ الو؟ ايوه بتقولي ايه؟ معلش انا بس النتورك عندي وحشة جدا لان انا في الطريق. هقول لك تاني. حاضر. تعالي نقول البكاء على اللبن المسكوب، لما شوية لبن يقعوا منك على الأرض في التراب وتقعدي تعيطي وتلطمي على كيس اللبن اللي وقع، ولا علبة اللبن اللي اتكسرت وقعت على الأرض، أنت مش كسبانة حاجة، خلاص وقع لبن وقع على الأرض وتوسخ وتعك في الطين. أنت العلاقة كده انتهت، وأنت عمالة تقولي يمكن أنا أكون لو كنت سامحت وما كانش حصل. الندم على ده غلط مبدئيا. وبعد كده انت لما خانك انت خدتي قرار انت مؤمنه بيه، فلما خدتي قرار انت مؤمنه بيه خلاص ما ينفعش نرجع نندم عليه تاني. القضيه التانيه انك ما ينفعش تقارني حد بحد، لان صوابعك مش زي بعض، لانك ممكن تضيع عليكي سعاده لا تتخيليها بسبب مقارنتك لانسان بانسان. بتدوري على الحاجات الحلوه اللي كانت في التاني، ومش شايفة الحاجات الحلوة اللي في العريس اللي جاي لك أو الإنسان اللي جاي يتقدم لك في الوقت، إنها ممكن تكون أحسن بكتير من التاني. ولو حطينا برضو حتة صغيرة كده في المقارنة، الأولاني خانك التاني لسه، فما أقدرش أقارن واحد خان بواحد لسه معرفش عنه أي حاجة، ممكن يكون وفي، ممكن يكون كويس، ممكن يكون محترم، ممكن يكون جميل، ممكن يكون إنسان راجل قوي.
فما تقعديش تعملي كده. انت 27 سنه، لو استنيتي 3 4 سنين تاني هتبقي تعدي ال 30. انا مش بخوفك، انا بقول لك حاجه، باب واتقفل، وربنا سبحانه وتعالى مدينا قلب وعقل نفكر بيه ونحس بيه، ومدينا عمر محسوب بالثانيه. السعاده موجوده في كل مكان حوالينا، الفكره ان احنا بس نعرف نمسك فيها ونلاقيها ونسعد بيها. انما هفضل اعيط على حاجه حصلت وانسان ده حاول بقى يرجع لي، ما حاولش يرجع لي، ولكنه خان، انا ما كنتش مسامحه، وهو راح اتجوز البنت اللي كان خانك معاها، وهو عايش معاها وهيخلف منها ويعيش وربنا يسعدهم ويروحوا في داهيه، مش موضوعنا. بس هل عدل يعني انت شايف ان هو عدل ان يحصل كده وحد يبوظ حياة حد، بعد كده الحد ده يبقى عايش عادي ودنيته تمام، ومع ان يعني هو الحد ده اخد حاجة اصلا مش من حقه، فانت تفتكر ان ده عدل يعني؟ اخد ايه مش من حقه؟ عمل معاكي علاقة؟ انا بتكلم، لا 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 لا، انا بتكلم على البنت، البنت اللي دخلت في حياته وحاولت يعني تخطفه وتوقع ما بيننا واخدته، وبعد كده في الاخر راح اتجوزها. بصي يا بنت الناس، بصي، اول حاجه ما فيش عدل على وجه الارض الا عند ربنا سبحانه وتعالى، وفي المحاكم بقى لما بتخش في قضيه وبتتحسب بالورقه والقلم، وعلشان يحقق القاضي العدل لازم يسمع المحامي بتاع الطرف ده والمحامي بتاع الطرف ده، ويخشوا في مهاترات واثباتات واوراق وقوانين، وفي النهايه ساعات ما بيعرفوش يحكموا فبيحكموا بالشرع. انت فاهماني؟ فما ما تكلمينيش على العدل قوي، العدل ده يعني شيء جوانا احنا بنحاول نحققه ونوصل له، ولو قدرنا نحقق منه جزء كبير جدا بنبقى سعداء. تاني حاجه، البنت دي خدت اللي هي عايزاه بطريقه غيرك، غيري، غير ميدو، غير فلان، غير علان، كل واحد في الدنيا ليه طرقه للحصول على الأرباح اللي عايز يحققها. في ناس بتمشي بشرف، وفي ناس عندها شوية تلاعب عشان تقدر تاخد اللي هي عايزاه، وفي ناس بتحط هدف قدامها هتحققه حتى لو هرست على الناس وداست عليهم. فمش معنى ان هي عملت كده انها عدل ولا مش عدل، لا، في كده هي انسانة جهدت وتعبت ولعبت ولفت ودارت وتعوجت وتصرفت تصرفات مش مظبوطة عشان تقدر تاخد اللي هي عايزاه وخدته. خلاص، ما يخصكيش بقى. تمام. احنا بنقول في المواقف اللي زي دي ربنا يهني سعيد بسعيده. ربنا بقى يسعدهم مع بعض ويتكلوا على الله ويخلفوا عيال ويعيشوا وينبسطوا، وكل واحد هو بقى يتحمل الشخصيه اللي خدها وهي تتحمل الشخصيه اللي خدته. انت يا بنت الناس من حقك بدايه جديده. من حقك تفرحي بعمرك لان اليوم محسوب في حياتك. من حقك يبقى ليكي زوج واسره واولاد وفسح وخروجات وامال واحلام وطموحات وعلاقات زوجيه، كل حاجه. من حقك بيت، من حقك اسره، من حقك كل حاجه حلوه. ما تضيعيش كل ده علشان عماله تدوري على حد او تفتكري في حد او تقارني بحد خانك في يوم من الايام، وفي النهايه راح اتجوز اللي خانك معاه. ده ما يتحطش في اي شكل من اشكال المقارنة.